في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مشددا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. هناك أسامة، هذا الرجل اليوم من ضرب الدبراج أمريكا. قد دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك اسمك العظيم أن ترزقني طفل بعلم هذا. تحب أبوك؟ تحب البابو؟ إيش قد؟ طيب إذا بكرة معي على المسرح ما بياخذوني؟ يعني أنا بدي يعني زجه في المعارك، إذا النصرة ما زجته أنا بدي زجه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش عم تبكي؟ ما في قاعدة تبكي فادي. ما تتوقع ان هذا الشرعي ايدك بالحقني.